الجزائر بلد غازي، عبارة ترددت كثيراً على لسان الحكومة السابقة، غير أن التوجه كله كان نحو النفط. حتى عبارة بلد ريعي ترسخت في أذهان العامة على أنها تعنى بالبترول فقط. لكن فكرة الجزائر الغازية، ولو أنها فهمت متأخرة بعد أن فعل انهيار بورصة النفط فعلته بالاقتصاد الوطني، غير أنها غيرت المسار الاقتصادي مؤخراً. بينما تسقف أوبيك إنتاج أعضائها من النفط في كل مرة، تتعالى دعوة رواد السوق الغازية لزيادة الاستثمارات وكمية الإنتاج، ومن ثم استكشافات جديدة ودعوة للاستثمار وشراكات وعقود توقع هنا وهناك مع الشركاء إلى جانب في مجال الغاز. 6 شركاء من أصل 11 أوروبياً جددت معهم سوناتراك عقودها وفرضت منطقها لمراجعة أسعار الغاز بما يتماشى ووضع السوق الراهن. تزامنت الاستكشافات الطاقوية الجزائرية مع ميعاد الأزمة الروسية الأوكرانية، فاستجمعت بها الجزائر نقاط قوة. كسبت حرب الأسعار مع الأوروبيين من جهة، وانعشت مداخيلها من جهة، وتموقعت في السوق الدولية على أول اللائحة من جهة أخرى.